بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الوحدة الخامسة lesson 3 and 4. الجزئية دي خاصة بالكلمات وهي جزئية صغيرة مش كبيرة. أول سؤال بيقول the teacher has given us some study A so we can improve our achievement. قبل ما أحل، بس كلمة improve هنا معناها يحسن، يعني هتسوي make better، وممكن نستخدم مكانها برضو كلمة boost، وممكن نستخدم مكانها كلمة promote. الثلاث كلمات بيساووا بعضهم. طب انت بتقولي ليه؟ عشان افكرك ان امبروف برضو معناها يتحسن. لو معناها يتحسن فهتساوي كلمة get better او become better. طيب المهم، المدرس ادانا بعض الستادي ايه عشان نحسن بيها الانجاز بتاعنا. توبس اللي هي القمم يعني، تيبس اللي هي الاشرطة، تيب شريط يعني، تيبس اللي هي الملاحظات، وتايبس انواع. طيب انتبه، خد بالك ان كلمة تيب معناها ملحوظة، ممكن نستخدمها بمعنى advice نصيحة برضو، بس خد بالك ان كلمة advice اللي معناها نصيحة ده verb، لكن في كلمة اسمها advice اللي بالسي كده دي noun، ودي اسم لا يعد. طيب امال كلمة tip؟ tip ممكن نستخدمها كنون بمعنى نصيحة، بس هي اسم يعد. عشان كده لما اقول لك he gave us many، هنا بما ان في many مش هينفع تاخد advices، هتاخد tips بس، لان كلمة advice اسم لا يعد. لكن لو في ماتش كنا خدنا much advice. طب I can't not on hard on hard work، انا اصلا ان اعمل ايه على الشغل الجد بتاعي، for more than 5 hours، لاكثر من 5 ساعات. I'm afraid of making mistakes، انا خايف ارتكب اخطاء. خد بالك بنقول make mistake، وممكن يجي لك سؤال يقول لك makes collocates with، كلمة make بينفع تتزاوج مع mistake، يعني بنقول make mistake ما نقولش do mistake. طيب اول واحدة كده كلمة persist يعني يثابر، suggest يقترح، concentrate يركز، بنريت اللي هي من بنريشن، بنتريت مش بنريت كمان، بنتريت معناها يخترق او يتسلل، منها بنتريشن بقى اللي هو الاختراق، واحد اخترق موقع، اخترق جهاز كمبيوتر، اخترق خصوصيه، فدي اسمها بنتريت. المهم انت بتقولي انا استطيع ان اركز على العمل الجاد لاكثر من 5 ساعات، عشان كده انا خايف ارتكب اخطاء. يوز ماركرز، استخدم اقلام الماركرز يعني اللي بتعمل بيها تظليل على الكلمات دي، علشان تو هايلايت، لكي تبرز اهميه او الاجزاء المهمه في النص. طيب تند يعني يميل، وبعدها حرف الجر دايما تو، تند تو، بريزنت يعني يقدم، وبريزنت يعني هديه، وبريزنت معناها حالي، اتاتش يعني يرفق. كليك اون ذس اي اند يو ويل بي ايبل تو داونلود اول ذا بوكس يو نيد، اضغط على هذا الاي وهتحمل كل الكتب اللي انت عايزها. اكيد لينك، لينك هنا مقصود بها رابط، وهي هنا ناون، لكن كلمه لينك بنستخدمها كفيرب معناها يربط. سيشن اللي هي الجلسه، وتكنيك اللي هي التقنيه، واكسبلانيشن اللي هو الشرح او التوضيح. Water is not for all life forms، المياه بتكون ايه لكل اشكال الحياة. Essential يعني ضروري او اساسي، old fashioned يعني قديم الموضة، شكد مصدوم، وسيميلر معناها مشابه، فالماء اساسي او ضروري، important يعني. When you write an essay، لما تكتب مقال، you need to provide some not information، المفروض تقدم بعض المعلومات الايه عن الموضوع في المقدمة. Document يعني مستند، presentation معناها عرض تقديمي او تقديم، option اختيار او خيار، background بمعنى لما تيجي تكتب مقال فانت المفروض تدينا شويه معلومات عن خلفيتك للموضوع. في كورونا مثلا فتقول ان الكورونا دي بدات في الصين وانتشرت بعد كده في العالم كله، انت بتحكي لنا عن خبرتك عن الموضوع وخلفيتك عن الموضوع. The company started، الشركه بدات ايه؟ advertising campaign، الشركه بدات في حمله اعلانات ايه؟ certain محدد، ولا certainly معناها بشكل محدد، effective يعني فعال، وeffectively معناها بفاعليه. الشركة بدأت حملة إعلانات فعالة، يعني دي صفة لحملة الإعلانات. معتز not to arrive late at the office، it is one of his worst habits، واحدة من أسوأ العادات اللي عند معتز إن هو بيميل إن هو يجي متأخر، يبقى attend. highlight يعني يبرز، present يعني يقدم، وattach يعني يرفق. all attachments like all attendance، كل الحضور يعني، like the I made، حبوا الإيه اللي أنا قدمته، أكيد البرزنتيشن، ومن هنا ناخد make presentation يعني يقدم عرضا تقديميا. I divide my study hours into 40 minute A، أنا بقسم ساعات المذاكرة بتاعتي إلى جلسات، الجلسة منها 40 دقيقة، وجلسة يعني sessions اللي هي رقم A. The sales assistant refused to note the price، الراجل بتاع المبيعات رفض إنه يعمل إيه في الأسعار، رفض إن هو، تعال نشوف الاختيارات. Concentrate يركز، Identify يتعرف على، Conclude يختتم، وReduce يعني يقلل، الراجل رفض يقلل الأسعار يخفضها. I was not to hear that such a kind man had been murdered، انا كنت ايه لما سمعت ان الرجل اللطيف ده او العطوف ده قتل، I was shocked يعني انا كنت مصدوم عندما عرفت ان هذا الرجل قتل، يبقى I was shocked. طبعا similar يعني مشابه.
اولد فاشن قديم الموضه، واسينشال يعني اساسي او ضروري، واحنا قلناهم بس بنكرر عشان تحفظ معايا. I not a copy of my qualifications to the CV. انا عملت ايه في نسخه من المؤهلات للسي في؟ attached يعني ارفقته، طبعا دي الاجابه اكيد. present يعني يقدم، highlight يعني يبرز، وtend يعني يميل الى. it is important to know the study plan that works. السؤال ده برضو يعني ناس كتير اخطات فيه من الطلبه، فركز معايا. concentrate يعني ركز، وعايزه بعدها على. انت المفروض بتقول انه من المهم ان تركز على الخطه اللي بتنجح. هنا مش هينفع اقول لك المفروض تركز الخطه، اكيد تركز على، ناقصين اون فمش هينفع. identify يتعرف على، من الضروري انك تتعرف على الخطه اللي شغاله كويس وتطبقها. conclude يختتم، وريديوس يقلل. spending the night in the lobby of the hotel، انك تقضي الليله في اللوبي بتاع الفندق. is the only A available، هو الايه الوحيد المتاح؟ اكيد option، الخيار او الاختيار الوحيد المتاح. using mind maps، mind maps اللي هي الخرائط الذهنيه. ايه الخرائط الذهنيه دي؟ زي ما انت عندك في الاحياء والكيمياء والحاجات دي، هنعملها لك في الانجليش بقى. على سبيل المثال، انت راجل عامل لك فود مثلا، وعامل لك سلسله كده فود، زي مثلا الميت اللحمه، زي الرايس الارز، زي فيش السمك كده، يعني دي اسمها مايند ماب، يعني خريطه ذهنيه، ده فكرتها يعني. طيب باستخدام الخرائط الذهنيه بقى يا فندم، از وان اوف ذا بيست ستادي، احسن التكنيكس بتاعت المذاكره. ناو موست يونيفرسيتي ستودنتس، اللي من دول معظم طلاب الجامعات، بيستخدموا الموبايلز تو نوت ليكتشرز، عشان يعملوا في المحاضرات، تو ريكورد ليكتشرز يعني يسجلوا المحاضرات. اي ميد فريندز ويز، خد بالك من المصطلح ده، ميك فريندز ويز يعني يكون صداقه مع. هو بيبول هو هاف انترستس نوت تو ماين، انا بعمل صداقات مع الناس اللي عندهم اهتمامات مشابهه لاهتماماتي، يبقى سيميلر تو ماين. شوكد مصدوم، اولد فاشن قديم، واسينشال اساسي او ضروري. تو بي اندرستود، عشان تتفهم يعني بشكل كويس. نوت يور ايديز سمبلي، اعمل ايه في افكارك بشكل بسيط وبترتيب صحيح. تند يعني يميل، انستول يعني يثبت برنامج او يركب جهاز، لو معناه يثبت برنامج يبقى تسوي سيت اب، لو انا هركب جهاز يبقى تسوي فيكس. بريزنت يعني يقدم، وسبند يعني يقضي، وطبعا دي مش معانا، يبقى الاجابه اصبحت بريزنت. يبقى انا عايز اقول لك كده تاني، بقول لك لو عشان تكون مفهوم كويس، فانت قدم افكارك بشكل يمكن فهمه، يبقى بريزنت. جود رايترز، الكتاب الجيدون بيعملوا ايه في مقالاتهم بشكل فعال؟ تاركين القراء بتحدي. هو اصلا الكاتب بيسيبك امتى؟ في الختام، او في الختام الكونكلوجن. لو انت فاكر في اول السنه قلنا ان في الكونكلوجن الراجل بيقدم تشالنج، بيعمل تشالنج، تشالنج يعني تحدي للقارئ. التشالنج ده كان ممكن يكون كوتيشن، كان ممكن يكون كويستشن، كان ممكن يكون كول فور اكشن. لو انت مش فاكر الكلام ده لازم تبص عليه تاني. الجمله بعد كده، دو يو وونت نوت هير كات اور يو ويل ليت مي ديسايد، يعني هل انت عايز قصه شعر محدده؟ يبقى سيرتن، معين او محدد. طيب خد بالك السؤال ده عشان هصيغه لك بشكل مختلف. انت بتقول لي هل تريد قصه شعر محدده؟ يبقى سيرتن هير كات. ممكن اقول بقى بطريقه ثانيه، دو يو وونت ذس كات، هل انت عايز الحلقه القصه دي نقط سيرتن ولا سيرتن لي؟ انا هنا في الجمله بقول لك هل تريد هذه القصه بالتحديد؟ يبقى سيرتن لي. ارجع بقى لجملتك الجميله، احنا خدنا هنا certain haircut يعني قصه شعر محدده، انا عايز صفه للقصه. I can't find not for his strange behavior، انا لا استطيع ان اجد تفسيرا او توضيحا لسلوكه الغريب. sending letters has become ايه؟ انك تبعت جواب لحد بالبريد يعني البوست، اصبح old fashioned يعني قديم الموضه، ما عادش حد بيعمل كده يعني، الموضوع انتهى. طيب الجمله اللي بعدها، how many study sessions have you not، كم عدد الجلسات المذاكره اللي انت بتعملها؟ يقوم بعمل جلسه مذاكره اسمها دو ستادي سيشن. بالمناسبه كلمه ستادي دي اولا معناها يدرس، رقم اثنين معناها يذاكر، رقم ثلاثه معناها غرفه المذاكره. لما نقول لاخوك الصغير ما تفتحش اوضه المذاكره بتاعتي، يبقى دونت اوبن ماي ستادي. وبعدين ستادي برضو معناها دراسه. دراسه يعني ايه؟ لما اقول لك الدراسه اثبتت ان عدد 70% من المصريين بيحبوا كذا، الدراسه يعني دراسه الماجستير، الدكتوراه، البحث كده. طيب فري تو كريتيسايز مي اف اي دو anything wrong، يعني انت عايز تقول له اشعر بحريه يعني، او كن حرا، خد فرصتك، لو انت شايفني بعمل حاجه غلط انتقدني، يبقى فيل فري. مايند مابس ار جود ويز اوف نوت انفورميشن اباوت ذا توبيك توجذر، خد بالك ان انت بتقول لي الخرائط الذهنيه هي طريقه جيده انك تجمع المعلومات اللي بنفس الموضوع مع بعضها.
يجمع معا، اسمها bring something together. يبقى أنت عندك together فتاخد bring. He not like an important man. هو يبدو كأنه رجلا مهما. يبقى sounds like. sound like يعني يبدو. don't get a أحمد. we are joking. احنا بنهزر يا أحمد. ف don't get angry. get angry لتصبح غاضبا، لا تغضب. the explanation she has not is not persuasive. الشروحات اللي هي أعطتها لنا أو قدمتها لنا لم تكن مقنعة. وانت عارف يعطي تفسيرا أو يعطي توضيحا اسمها give explanation. I was asked to know the cords in order. أنا طلب مني إن أعمل إيه في البطاقات دي بالترتيب، إن أضعهم بالترتيب، يبقى put in order. طيب يبقى أنت عندك كده put دي خدناها مرة قبل كده، put in place يعني يضع الشيء في مكانه الصحيح، put in order يعني يضع الشيء بالترتيب. I have not two documents to the email. أنا عملت إيه في مستندين اتنين مع الإيميل؟ أرفقتهم، يبقى attaching. The break we not renews our energy. الفسحة او الفتره الراحه يعني اللي احنا اخذناها تجدد طاقتنا، يبقى تيك. ذا نوتس اي نوت هيلب مي ريمبر. ميك نوتس يعني يدون ملاحظات، فانت الملاحظات اللي انت دونتها ساعدتك في التركيز او التفكير او التذكر. اي يوزد ا يلو بن، استخدمت قلم اصفر. تو نوت ذا امبورتنت بارتس اوف ذا ليسن، عشان ابرز الاجزاء المهمه في الدرس، يبقى هايلايت. كده خلصنا دي. اللي بعد كده نمبر 2. I look forward to، أتطلع إلى، بعدها الفعل بيكون مضاف لاي ان جي، my old friend. ركز إن meeting 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 كلهم ماشي. ركز معايا بقى في حتة أقول لك عليها دي عشان دي مهمة. meet دي معناها يقابل أو يتقابل مع. طيب meet up معناها يتقابل بس. طيب meet up with دي بتسوي كلمة ميت في المعنى بتاع يتقابل بس، يتقابل مع يعني، يبقى دي معناها يتقابل مع. طيب بص لي كده، انت ممكن تقول I meet my friends. my friends علي meets عمر، يعني علي بيقابل عمر او علي بيتقابل مع عمر. طيب we don't often، we don't often احنا مش دايما meet بنتقابل او meet up نتقابل. طيب I don't often أنا مش دايما meet علي، أقابل علي أو meet up with علي. أنا مش دايما بتقابل مع علي. يعني تحفظ دول، يبقى meet يقابل ويتقابل مع، meet up يتقابل بس، meet up with يتقابل مع. طب ما تيجي نشوف الكلام ده عمليا. أنت قلت لي يا عم هنا كلمة meet يعني يقابل ويتقابل مع. طب ميت اب معناها يتقابل بس. طب ميت اب وز يتقابل مع. انت بتقول انا اتطلع الى اصدقائي، يعني ايه؟ انا اتطلع الى ان اتقابل مع اصدقائي. يبقى ميت اللي يتقابل مع، وميت اب وز يتقابل مع، يعني كده ايه اند سي. طب ليه مش دي؟ مش هينفع تقول لي انا اتطلع الى ان اتقابل اصدقائي، لكن انا واصدقائي نتطلع الى ان نتقابل، ينفع. طيب some building workers بعد عمال المباني ought to be given their money، لازم ياخدوا فلوسهم. in advance، in advance معناها مقدما. conclude your essay، اختم المقال ب conclude with و start with. طيب بس خد بالك عشان الراجل ممكن يستهبل عليك. انت قلت لي هنا conclude your essay يعني اختم مقالك with a good summary، يعني اختتم مقالك بملخص جيد. ممكن اقول لك بقى conclude your essay يعني اختتم مقالك in a good way. ركز معايا هنا كده، انت بتقول اختتم مقالك بملخص جيد، لكن انا اختتم مقالك بطريقة جيدة. in a good way، in a bad way، لكن with a summary، with a word، with a phrase كده. طيب I reduced the novel، يقلل هي خمس صفحات، حلو، انت عملتها في ثلاثة، يبقى reduced it into three pages، يبقى into. this type of bird stand بعدها دو دايما. let children experiment، تعال بقى عند دي، بقول لك دعي الأطفال يجربون الاعتماد أو يعني يعاشرون أو يعايشون الاعتماد على أنفسهم، يبقى experiment on و in with، التلاتة صح. طب يا مستر من قدامي في اختيارات with وقدامي في اختيارات on، هروح أنا جاي لك لحظة كده. اكسبيرمنت يا شباب هنا في الجملة دي، ركز لي كده، بقول لك ايه؟ اكسبيرمنت اهي التلات حروف جر، ويز ان اون، نفس القصة برضه، اكسبيرمنت ويز ان اون،
ومديك بعدهم اسماء كلهم ممكن فعلا توصل اي ان جي طبعا زي ما انت فاهم. اذا احنا كده قدامنا في الاختيارات هنا اتنين ينفعوا، اكسبيرمنت اون واكسبيرمنت ويز. طيب وكان ينفع ان leave your sister concentrate her study concentrate on واسم بعضها concentrate on يركز على. طيب do the jobs as not as possible، ادي الوظيفه بشكل جيد، انت عايز هنا ظرف يبقى will. طيب only losers فقط الخاسرون هم من يعني يقلعون او يتوقفون يبقى give up. when you have finished لما تخلص let مفعول مصدر يبقى let me know اللي هي رقم ايه، let مفعول مصدر معناها يسمح للشخص ان يعرف او يعرف الشخص. طيب احنا كده خلصنا الجزئيه دي، الجزء الاخير ان شاء الله رب العالمين هينزل هو كمان النهارده، بحيث النهارده عايزين نفنش القاعده دي او الجزئيه دي. النهارده هنزل الجزء الثاني اللي هو القواعد، هنزل في نفس الفيديو شرح الاول وبعدين حل، والنهارده بالليل ان شاء الله هيكون في امتحان ورقي، انا عملت نص الامتحان ده بس هيكون ورقي عشان يكون كبير شويه كده، يكون امتحان يعني محترم يستاهل، وهعمله هجيب افكار من الاولى ومن الثانيه ومن الثالثه، بحيث يبقى احنا كده عملنا كذا امتحان على الاولى والثانيه والثالثه. بعد كده هنعمل على الاولى والثانيه والثالثه ونضيف معاهم الرابعه، اللي بعده الاولى والثانيه والثالثه ونضيف معاهم الرابعه والخامسه، بحيث يبقى ورقي، لان الورقي بيديني فرصتي اني اكتب كتير كده وافتكس، لكن الالكتروني بيكون في ذهني فكره عايز اكتبها بعد السؤال ده، بعد ما اخلص السؤال انا بنسى انا كنت عايز اعمل ايه اساسا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعتذر لكم عن ان الامتحان الفيديو ده اتاخر قليلا، انا اسف.